التزم داخل الجامعه. حضرتك انا لما اجي اقول البنطلون الزي يبقى محتشم، ايه اللي هيضيرك انت انك تلبسي بنطلون سليم وانت رايحه الجامعه؟ ايه اللي هيضيرك؟ طب يا استاذ، هل انا ما البسش بنطلون سليم؟ يا استاذ سياده النائب، انا اول مره الاحظ ان حضرتك جايب جزمه كاوتش، ما يصحش. دي مش كاوتش حضرتك، ما اعرفش. لا لا لا، انت مش عارفاها بقى. دي مش كاوتش. دي جزمه ايه دي؟ لا دي مش كاوتش. ازاي قاعد بينا؟ لا لا، حضرتك مش كاوتش. ازاي لابس؟ دي باتا ست نائب. لا يا حبيبي، دي جايه من امريكا ب 90 دولار. لا ب 90 دولار. مش مستفز ابناء الدائره دلوقتي عندك. ايوه، لا هم عارفينها. جايبها من بلاد الاعداء. من بلاد الاعداء. انا لا، مش بلاد الاعداء. شريط احمر ده حتى ما لا 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 لا، يعني عارفه ليه بقى؟ عارفه ليه؟ عارفه ليه؟ بجزمه كاوتش بشريط احمر. مش كاوتش حبيبي. انت مش محترمنا بقى. لا انت ما تعرفهاش والله. ولا ما تعرفيها حبيبي. ولا التقاليد ولا العرف. لكن بص، اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه ظريفه قوي. ازاي انا جاي بيها بقى مخصوص النهارده؟ ها؟ ما صحش يا استاذ. لا حبيبتي، لا انا جاي بيها مخصوص عشان اعرفك اللبس المحتشم. ايه ده؟ اعرفك والله ده محتشم. هل جزمتي محتشمه؟ واخد بالك؟ لا اصل ده، بص يا استاذ وائل، استاذ وائل حبيبي، استاذ وائل انت قلقتني كده. لا 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 انا بقلق. لا لا لا، في زي ما يقدرش حد، زي بتاعي ده ما يقدرش حد وما يغريش حد. اضررني واخده بال حضرتك؟ انت واخده بال حضرتك؟ ما يقدرش حد. لا اصلا، لكن مش معناها انا انا بقول لك ضررني. ضررك لانك معلش، عفوا في الكلمه، كل واحد بذوقه. ما هو انت يعني، هي تقصد ايه يا استاذ فايز؟ ماشي خلاص، ما انا عارف استاذ فايز هي تقصد ايه. اذا انت اقحمت نفسك في ما هي دي اللي انا واثق ان هي ده اللي تقصد. انا عايز اذا اقحمت نفسك في ملابسها هتقحم نفسها وتقول لك انت لابس جزمه بتاع. لا لا لا، لا هو الراجل يقحم نفسه، لكن الست لا تقحم نفسها. ممنوع. لا لا لا، الحاجات المخله معروفه، المخل للاخلاق وللادب معروف. انا شايفه رباط الاحمر ده مخل. لا مش رباط والله. بعد اذنك يا استاذ وائل. والله ما رباط يا استاذ وائل. يا استاذ وائل، الاحمر اللي انت لابسه ده مخل. خلي بالك انا ما اتكلمتش، انا ما خدتش فرصه اصلا. طيب وقعد تقول لي استنى، وانا اصلا انت ما قلتليش حاجه. بالك يجي خمس دقايق ما اتكلمتش. انت جاي لي اسال الاستاذ شريف شويه وارجع. انت بتتكلم بقالك ثلاث ايام يعني. انا جاي من الميل عشان انت تقعدني تقول لي ما تتكلم ما تقحمش. هسال بس استاذ شريف، ارجع شوف هنا. هيظل ده مستمر في الجاب، بس انا هو ما بيطلعش من طلبه او لا، ده من عمداء كليات وفي بدايات العام الدراسي يعني تاهبوا بهذا الشكل. ومنهم عميد كليه الزراعه جامعه الاسكندريه، وفي كمان اكثر من عميد كليه في السنوات الماضيه، وكنا عملنا معاهم مداخلات يعني، وكانت حربا على البنطلون المقطع او على ما سموه يعني الملابس غير المحتشمه. طب لما يصدر ده من اساتذه، ما جايز هم عندهم رؤيه، هيقول لك ما احنا عندنا رؤيه شايفين ايه اللي بيحصل في الجامعه يعني. والله اكرر تاني ان لو عندهم رؤيه كانوا خلوا جامعاتهم ترتقي في مستواها العلمي، ترتقي في مستواها الاخلاقي، ما يبقاش في غش، ما يبقاش في اساتذه بيبيعوا ملازم، ما يبقاش في جواز عرف زي ما بيقول سياده النائب، ولا مخدرات، وما يبقاش فيها مخدرات. يا اخي اهتم يعني احنا هنيجي للهيفا ونتصدر، ده نمره واحد. نمره اتنين، ان انا شاعر ان في مزايده في ايه؟ في موضوع الاخلاقيات والفضيله. كل واحد يقول لك لا انا اصل انا اكثر فضيله من الفضيله بالنسبه لنا على فكره. احنا للاسف الشديد، انا اسف ان انا اقول كده، في دول تقدمت، وليس فقط الغرب، لا في دول اسيويه تقدمت ونحن لا نتقدم. مش هقول ان ده السبب الوحيد، لكن من ضمن الاسباب انهم ادركوا يعني ايه الفضيله. الفضيله هي الاخلاق، الفضيله هي الالتزام بالكلمه، الفضيله هي الالتزام بالموعد، الفضيله هي عدم الغش، الفضيله هي عدم الكذب. احنا عندنا الفضيله البنت عرت ايه؟ شفنا ايه؟ محجبه ولا لا؟ هي دي الفضيله. ما عندناش حاجه تانية غير الفضيله. ده احنا عندنا هاجس، احنا مرضى. انا اسف ان انا اقول كده، نحن اصبحنا مرضى. طيب احنا مرضى بالطريقه دي اصحاء. احنا مرضى لان احنا بنسيب القضايا الاساسيه ومسكين في البنت طلعت قد ايه من جسمها، كم حته متقطعه في البنطلون، مش انت عندك كم قطعه في فهنا يعني سيادتك في ناس اشد.